أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الحسين. هيئوا النفوس بالسلام على الحسين، فلترفعوا الأيادي جميعا السلام على وعلى عندك أعلى شباب السلام على وعلى وعلى عظيما. أيها النادب صباحا وعشيا، أيها النادب صباحا وعشيا، بالأسى عادت الليالي فاطمية. أنت تكرهها. بالأسى عادت الليالي لست تنسى فاطمة في بابها رضرضوا أضلاعها وهي الرضية. خنقوا في عصرها أنفاسها، طلعها من قلبك آه 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 آه
تكون في عصرها أنفاسها فقدت ترفع أنات شجية ودخان النار أعمى عينها فاعتلوها بصياط قنفذية أقرأ نبتا مسمار في أحشائها فدعت وأبتا خيرا بريا أريدك تصرخ باسمه هنا يا علي أصرخ يا علي ثم قام لوصي المصطفى من لها إن قتلوا حامل حمية من لها إن قتلوا حامل حمية رجعوا بالصمت أدموا ظهرها شلون اقرأ هالبيت رفزت فالعرش محني لها اقرأ لولا لطمت فالحور بالأطب حرية اريد الماتم كله يصرخ يا زهرة لا تلومني لو هاجت احزاني حياك الله لا تلومني لو هاجت احزاني جنك ما تدري بالذي فعلت العد خذوا حقي ولا راعى الوصي وهجموا علي داري وساتر ما علي اصرخ يا علي والمرتضى جالس وعبرات جري ينظر بعين بابنا وتجوني لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوه ما قصروا بينا عدي من المرو جنك ما تدري هالعبد بيا السو سقط لي المحسن وخلى الجسد نحلة أنا جسم انتحر من ضربة المسمار صدري وداح الباب يدري وكل ما جرت نكبة علي ازداد صف وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان عجب يا علي
شلون قاعد بالدار والعدوان تهجم على الزهر؟ متعجب العالم من افعالك يا كر يجم على الدم ومدامعك تجري وبيدك سيف وانا انتخب فضه وجنيني خارب الاعتاب. اصرخ يا علي شبل الحسن يندب راح ابوه غصبن علي طلعت خاف يذبحونه وتجي انت مولادي عقاب فارس الفر الماتم كله يصرخ يا علي. لا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين بمحمد وآل محمد. لا بأس بالثاني والثالثة بأعلى أعلى أصواتكم. قال نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله إن الله ليرضى لرضاها ويغضب لغضبها. صدق نبينا الأكرم أبو القاسم محمد. ما يحتاج أحشمكم صلواتكم خلوها عالية. عظم الله أجري وأجوركم في ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها. نتقدم بالتعزية إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء ونسأل من الله أن يعجل في فرج وليه بحقهم عليهم السلام. أستأذنكم خدام الحسين. الزهراء جعل الله تبارك وتعالى لها خصائص تميزت بها دون غيرها. هذه الخصائص التي جعلها الله تبارك وتعالى لفاطمة الزهراء أو لأي معصوم كان، لأن لكل معصوم
جعل الله تبارك وتعالى خصائص. يعني مثلا الخصائص الحسينية، الخصائص الحسينية اللي في الخلف أصواتكم، الخصائص الحسينية هل تعني تفضيل الحسين على رسول الله مثلا؟ لا. هل تعني تفضيل الحسين على الإمام الحسن؟ لا. هل تعني تفضيل الحسين على فاطمة الزهراء؟ لا. ولكن هذه خصائص جعلها الله تبارك وتعالى لمن؟ لفاطمة الزهراء، وأيضا هناك خصائص أيضا للحسين عليه السلام. الخصائص التي جعلها الله تبارك وتعالى لفاطمة كثيرة، منها مقام الرضا، بأن جعل هذا الرضا مرتبط برضاها. إذا رضيت فاطمة رضي الله، وإذا غضبت فاطمة غضب الله. مو بس هالشكل، بل جعل الكون يتأثر من أجل الزهراء. أنتوا سامعين، الكون تأثر من أجل من؟ الحسين. ليش خجلانين شباب؟ من أجل من؟ الحسين عليه السلام. تغيرت السماء، هبت عاصفة سوداء، ما رفع حجر إلا ومدر إلا وجدوا تحته دما عبيطا. الكون هذا تأثر، وكيف لا يتأثر بفاطمة الزهراء وهي قطب الوجود؟ انت من تسمع الزهراء تدير الرحى، هي مدي الرحى، بل تدير الكون بكفها عليها السلام. وهذا مو عجيب، اللي في الروايات أن الكون كفلقة جوزاء أو كحبة جوزاء في يد المعصوم، يحركه كيفما يشاء. اللي سلمان يقول في الرواية طفنا مع أمير المؤمنين مسيرة سنوات وأعوام، في شنو؟ في ساعات، ورأينا الكون عند أمير المؤمنين شنو؟ يقول في لمحة شنو؟ بصر. متصور الكون هذا كله شافوه عند أمير المؤمنين في لمحة شنو؟ بصر. هذه رواية نقلها مدينة المعاجز للعلامة البحراني. فما نتعجب أن الكون يتأثر من أجل فاطمة. تقول لي متى تأثر؟ الرواية تقول عندما هجمت الأعداء على من؟ على دار فاطمة، ارتفعت حيطان المسجد. لو أراد رجل أن ينفذ من تحت الحائط شنو؟ لنفذ من شدة الارتفاع. يقول شدة الارتفاع هذا يخلي لو واحد يريد ينفذ من تحت الحائط لنفذ. ليش؟ لأن الله جعل رضاها من رضاه، وغضبها غضبت فاطمة، ما غضبت، يقول كادت أن تدعو على القوم، فارتفعت حيطان المسجد. فقال سلمان قل لها إن أباك بعث للأمة رحمة فلا تكوني عليهم. قالت سلمان كسروا ضلعي صبرت، أسقطوني جنيني صبرت، أنبتوا المسمار في صدري صبرت، يريدون قتل علي لا على علي صبر. يا سلمان، إذن مقام الرضا. بعد قال أنها علة الموجودات. الرواية شو تقول؟ يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. اسمع هالعبارة علمانة، يقول جعل هذا الوجود من أجلها، بل
جعل الله تبارك وتعالى الأنوار في العرش والسماوات وفي والسماوات وفي الأراضين، وسبب إصدار الفيوضات الإلهية في هذا العالم سببها شنو؟ الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. يقول الأنوار اللي تشرق لفاطمة الزهراء ترمز إلى رموز، كما تعلمون أنها تشرق لأمير المؤمنين بكم؟ بثلاثة. العرش له أربعة أركان، في الركن الأيمن للعرش العلوي فيه اللون الأبيض من نور فاطمة سلام الله عليها، شو اللي بيه؟ قال وفيه الحياة والرزق. وفي الجانب الأيمن في الركن الأيمن السفلي فيه اللون الأصفر ومنه الأرواح، فيه الأرواح. يعني الله تبارك وتعالى جعل الرزق والحياة والموت، متصور كله بيد من؟ فاطمة سلام الله عليها، عجيبة. جعل كل ذلك بيد فاطمة سلام الله عليها، وهذا مو عجب. اللي ذاك حتى ما أطول عليكم، لما راح للنبي قال له اكسني أنا عريان واشبعني أنا جائع ردني إلى أهلي، أشار إلى دار من؟ فاطمة الزهراء. طرق الباب على دار الزهراء، أخرجت له القلادة، باعها القلادة لمن؟ لعمار، أعطاها لعبد له اسمه سهم. قال له أنت وهذه القلادة هدية لمن؟ لفاطمة. راح إلى وين؟ إلى النبي. النبي قال له أنت هدية إلى من؟ ابنتي فاطمة. أخذت القلادة فاطمة، قالت أنت حر لوجه الله. ضحك ذلك العبد، قالت له فاطمة ما يضحكك؟ قال هذه القلادة التي أعتقت عبد وردت غريب وكست عريان وأشبعت جائع ثم ردت إلى ربها. يا فاطمة الزهراء، هذه الليلة نقف على بابك، وعدنا حوائج وعدنا مرضى، نوقف على الباب اللي طالما رسول الله وقف عنده، طالما طرق ذلك الباب واستأذن. تقول البيت بيتك، البنت بنتك. يقول إن الله أمرني أن أستأذن عليك في الدخول. الله أمر النبي يستأذن بفاطمة، أو إذا أراد أن يدخل على فاطمة. ويجي يوم وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ قال إي وعزة ال... أنتوا أهل ونة، أنتوا أهل صرخة، أنتوا أهل دمعة، جمعتكم الزهرة الليلة، ما تريد تذرف دمعة من أجلها؟ ما تريد تصرخ من أجلها؟ عندك جزع اجزع على الزهرة الليلة. ها يلا وياي شباب اياديكم كلنا انتوا اهل موكب ارفع ايدك. قال سليم قلت يا سلمان، اقرا اذا حافظ كلنا عايه.
قال سليم قلت يا هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ قال إي وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار. اللي عنده حاجة يصرخ يا زهراء، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. ما أكره البيت إلا بصرختك، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسر. أين الصارخون يا زهراء؟ أقبل الظالم وبيمينه شايل النار يصرخ يبايعنا علي لو أحرق الدار. سمعت الزهرة ونادت ما عندك حساب، بابي تحرقونه وبوسط بيتي القرآن، نادى وإن في بابكم تشعل النيران حتى غصب يطلع يبايع نهل الكر. أريدك تصرخ يا علي وخر خزاك الله ولد سيد عذابي، ما سمعت ابويا ينادي باب الزهرة بابي وحجاب فاطمة بنتي نفس حجابي، وانت علي تهجمو اني بالاخمار، وتسترت بالباب واصبح باب حجاب. ما اقرا الا بصرختك، وجفوف ام الحسن بانت من ورا الباب والصوت شاله وظل يلوعها ولاها. وتسترت بالباب واصبح باب احجار، وجفوف ام الحسن بانت من ورا الباب. اقرا والصوت شاله وظل يلوعها ولاها. ظل يعصر الزهرة والزهرة ما لها حال، مرة باليمنة تدفع ومرة بالشمال. أقرأ وتصرخ حرام بوسط بيتي تدخل رجال. لا يا قلبه وما رعاه للبيت حرمة، الراحم الله والعدو ما في رحمة، إذا رفعها وسطرها بأشد لطمة.
اكو تفصيل عند مولى عبد الرسول السهلاوي يذكر لك اسم انت تحبه وغيور عليه. تدري ايش سوى؟ هي زينب يعني مو اول مره اشرون عليها، ولا مو اول مره اشروا عليها، المره الثانيه سمعت الشمر يصرخ شوفوها اجت زينب، والمره الاولى متى؟ هي زينب ابحرقها وياها الحسن. الاسم الثاني ما اقراه، انت اللي تقرا. وهي زينب ابحرقها وياها الحسن وحسين، والباب انفتح مكسور والزهرة بالاخمر. انت قلبك دايما بكربلة، لذلك ابو نجم الاحسائي عنده خطاب وكلام. ايش قال؟ تقول له اعصرني ولكن اجل العصر، اقتلني بعد ما تنتقل عشرة، وخل بالاعوج يا ضلوع تتكسر. باجر بالبروري ينوي الحسيني، خلي احمل باحضاني طفلاني المحسن وعبد الله نظام. ومن يتقطع عباس جيل التال مع زينب اريد اتعدل المقتل، اضم الغالي وامسح خد المرمل قبل شمر الضباب يقطع المنحر. عليك بالعافية، اجزع اجزع، مرحبا. ظليت ادافعهم وظنتي ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني، والله يا سلمان الضرب والرام. عودة عودة، والله يا سلمان الضرب وقصدي أبث شكواي للواحد الديا. يا علي يا علي، أجركم الله رجعت إلى الدار، وأول ما رجعت رجعت ضلعها مكسور، العين ملطومة، منو اللي ينتظرها داخل؟ منو؟ إلا صغيرة راحت لأخوها. خويا أخبر أنك ترى الباب من جذور، وكنا مو ضلع كاسور من أمي ضلور، قال
الويل تموت من ضرب اللي يجيها. ليش 300 نذل داروا عليها مثل دور الدم لجل دار بعضدها. ظلت نائمة على جنب واحد مع كل جرة نفس تصرخ إلى أن دنت منها المنية وفارقت الدنيا فاطمة. أمكم الزهرة إش حال البيت إذا تسمع به صوت أمك، ويجي يوم من الأيام تدخل ما تسمع صوت الوالد. زينب دخلت شافت الزهرة مددة، عليك الزهرة تعطي الأبيات حقها. تصور تصور عيال يشوفون أمهم مددة، أنا بقرأ بهدوء مددة قدامهم قاعدين يم الجنازة. على الزهرة يوم دخلة انت اللي تقرأ وياه. على الزهرة يوم دخلها وعاينوها من ما يخالف الجر وياي الونة شوية راح تصير خوش ونة اياديكم. على الزهرة يوم دخلها وعاينوها من نايمة نومة الموت وساد ماهم والسن بالمصلى وحقاض مسبله على الردى. الحسن ينادي كل ميني ما جابت هالموقف بس. والحسين ينادي وزينب تنادي ليش ما نسمع ونذبنا ولا نسمع كلام. إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئام. لو يا أسماء سافرت عنا وخلتنا أيتام والشهيد يصيح لا تفاول ترى قلب انكسر. وإذ بنداء يا علي باعد الحسنان فلقد أبكى يا ملائكة السماء باعدهم كلهم إلا واحد مو راضي باع. هالأبيات لازم أذكرها كل سنة. إلا واحد مو راضي باعد عن أمه عرفتوا أوصى عليه يما 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 أوصى عليك يما بوقت موتي تحضري ولا شفت الشموع عد راسي على الطبران سليم. جاوبت ولا لا؟ أنا بقعد بالشمس يمه
وما سوي يا حبيب ظلام، ولو تحصل لي القوة بشيلك بدع الرمان. لا والشمر ما خليه يصعد صدرك بالعار، أريد الماتب كله يصرخ حسين.